والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة، ورضي الله عن آله وأصحابه الأئمة، وارض عنا وأكرمنا معهم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ائتلاف قلوب المسلمين من أعظم ما يحرص عليه الإنسان العاقل، وتوحيد صفوف المؤمنين من أكرم الأعمال عند الله عز وجل. والباحث من الناس عن هذا إنسان باحث عن فضيلة وحق وخير وهداية، الباحث عما؟ عن توحيد الصفوف، عن رأب الصدع، عن لم الشمل، عن البعد عن الافتراق. لما أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، أوصاهما فقال: تطاوعا ولا تختلفا. قال لهما أولا: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، ثم قال: تطاوعا ولا تختلفا. بمناسبة ما أشرنا إليه البارحة من ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحصل خلافات بين جماعات من المسلمين، أنحتفل أم لا نحتفل وكذا. قد ذكرت هذا الأمر وفصلت فيه، تذكرون، البارحة وقبلها وقبلها. الملخص الذي أريد أن أصل إليه هو: ينبغي علينا كمسلمين أن نتجنب ما فيه الخلاف، فأي شيء يحتمل خلافا وشرا وأخذا وردا وما ينتج عنه ابتلاءات ومصائب وردود أفعال قاسية بين المسلمين، فهذا ينبغي أن نتركه ونبتعد عنه، أن نحاول أن نجتمع. رحم الله القائل: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هل منا كمسلمين من يختلف على لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل منا كمسلمين من يختلف على وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج؟ هل منا كمسلمين من يختلف على محبة رسول الله واتباعه وحب أصحابه الكرام؟ لا، بشكل عام نقول لا. هذه الأمور الأسس نتعاون عليها، لأن نختلف في بعض الجزئيات، كما منذ مدة قد بدأنا في الحديث مثلا عن أحكام الصلاة المتنوعة وجزئياتها مما يحصل فيه أخطاء. فتذكرون هناك اختلافات بين العلماء رحمهم الله تعالى في فهمهم، هذا يعذر بعضنا بعضا فيه. أنا مثلا يميل قلبي إلى اجتهاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فأقلده، وذاك يميل قلبه بعد أن بحث إلى اجتهاد الإمام أبي حنيفة فيقلده، لا بأس. حتى لو ناقشته، حتى لو قلت له الدليل هكذا وقال لي الدليل هكذا، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أما أن تشن حملات قاسية من بعض المسلمين على بعضهم، كأنهم يظنون أخاهم المسلم الذي لا يوافقهم في كل ما يرون عدوا، فهي المصيبة الكبرى. الآن إخوتنا في فلسطين يسامون سوء العذاب. تروا بعض الناس في بلادنا وفي دول الخليج وفي دول أخرى يقولون لمن يقاوم إسرائيل، وأعني الصادقين وليس الدجالين والمدعين، ممن يقاوم إسرائيل يقولون: أنتم ستقفون في وجوههم؟ يا أخي تخلوا عن ذلك. هذا صار يصرح به بعض المسلمين من الخليج.
بدل أن تقول أعانكم الله ونصركم الله تخذلهم وتقول أنتم ستقفون ولماذا فعلتم و و و و كأنهم هم المجرمون. سبحان الله، ألا تعذر إخوتك فيما وقعوا فيه؟ فليكن اجتهادهم خطأ يا أخي. الآن وقعوا في ضيق وشدة وبلاء شديد، الآن تحمل عليهم فوق ما يحمل عليهم عدوهم، هذا الذي نراه بين أفراد كثيرين من الناس. تراه إذا خالفك الرأي هو لا يقول المولد بدعة، طيب وأنت تقول المولد لا بأس به، تراه سيجعلك كافرا، يريد أن يخرجك من الملة بأية طريقة، لو استحل دمك فلا بأس عليه. الله أكبر، سبحان الله، هكذا يفعل المسلمون ببعضهم؟ هذا شأن المسلمين مع بعضهم؟ يا أخي أخطأ، أنا في نظري فلان مخطئ، لكن لا يصل به الخطأ إلى درجة كفر أو انحراف شديد عن الشرع، فهذا لا أصل معه إلى العداء. يبقى أخي الذي جمعنا هو الظل الواحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا وصلنا في كل مسألة نختلف مع بينها وبين إخوتنا إلى حد التكفير، فما عاد بعد ذلك بلاء. أنا أعذر حينها الصهاينة فيما يفعلون فينا، بعذرن، بعذر أمريكا، بسبوا أمريكا، بعذرن فيما يفعلون فينا، هذا عدوي عدوي، أقول لك الإسلام لا أقبله وأنتم مجرمين ومجرمون وأنتم إرهابيون، هو هيك أقول لك عدوك أصرح لك. أما ابن جلدتي مسلم وعبستحل دمي، مسلم وعبذمني ليل ونهار، مسلم ويؤذيني ليل ونهار، مسلم ويعاون عدوي علي، فما شأن هذا؟ هذا كيف ستتعامل معه؟ هذا في بعض الأحيان قد يكون أخطر عليك من عدوك، مشكلة كبرى هذه يا أيها الأحبة. فسبحان الله، أذكر أخا في إحدى السنوات قديم يمكن في عام 2009 كنت في المسجد هنا أفسر قوله تعالى من سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم قال رب العزة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لما وصلت إلى هذه الآية قلت إن من هنا تفسيرية، من حرف الجر معناها التفسير، إن الذين كفروا من هم يا ربنا؟ فسرهم لنا، بينهم لنا. فقال الله سبحانه وتعالى: من أهل الكتاب والمشركين. القسم الأول من الذين كفروا من؟ من أهل الكتاب. القسم الثاني المشركين، اثنين اشبون من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فقلت كلاهما على شر، ولكن الله ميز أهل الكتاب باسمهم أولا. في كثير من الآيات يقول الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب، ميزهم بالاسم واحد. اثنين، ميزهم بجواز وحل أكل ذبائحهم، جوز تأكل ذبيحة مسيحي يهودي. ثلاثة، ميزهم بجواز الزواج منهم على تفصيل، لكن بجواز الزواج منهم. هذه أشياء ثلاثة ميز بها أهل الكتاب. لماذا؟ لأنهم في الأصل، في الأصل أتباع أنبياء، أتباع سيدنا موسى، أتباع سيدنا عيسى في الأصل، لكنهم قالوا عن عزير ابن الله فكفروا، قالوا عن المسيح ابن الله أو هو الله أو شريك الله فكفروا، لكن بما أن لهم أصل كتاب فتميزوا بأشياء. طيب الآن في زماننا طبعا هذا الكلام يعني
المهم لكنني أقوله بتجرد. الآن في زماننا بدعوى الخوف مما يسمى بعداء الغرب و ولا كل مثل بعض، الأديان السماوية كلها وحدة، شلون يعني وحدة؟ اللي بقول الله ثلاثة واحد، اللي بقول عزير ابن الله واحد، هذا كلام لا يقبل. المهم صار بعض الناس يميعون الدين فيقولون هذا. أخ حاضر هنا، قلت الآن 2009 صار له 15 سنة، حاضر هنا جاءني: من قال أن أهل الكتاب كفار؟ قلت: الله، الله تعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. نظر إلي وبقي يناقشني نصف ساعة: لا، هم ليسوا كفارا، هم مسلمون، هم يعيشون معنا. قلت له: بيعيشوا معنا؟ مين قال يعني نرون قتلهم؟ يعني مين طلب منك تروح تقتلهم أو تزمهم أو تحاربهم أو تسبهم؟ مين طلب منك؟ الله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، مين بكمل؟ أن تبروهم وتحسنوا إليهم، إن الله يحب، وتقسطوا عفوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فما في مشكلة في التعامل معهم ما دام معذون في ديننا. لا، هم. المهم خرج الرجل وهو من أهل الحي، خرج من المسجد ولم يعد إلى اليوم. هاي أمتنا الواحدة. ما عجبوا كلامي، طلع ما بقى خلص، إذا بدأ يصلي بروح على جامع تاني أو صلي في البيت نهائيا. 15 سنة. يحدثني بعض الإخوة أيضا خلافات بين أخ وأخيه. إخوة توفى الأب، إلك الدكان، إلك البيت، ما إلي، بدنا نعطي أختنا فلانية، ما بدنا نعطي. صلوا 10 سنين ما بسلموا على بعضهم، بدخلوا على نفس البيت، شافوا بوتشو أخوه بدير ظهره بطلع من البيت. لك نرجو نصر الله، والله لا نرجو لنصر الله، أصارحكم والله لا نرجو لنصر الله، ما نرجو. حق اليهود أن يفعلوا بنا، مو حق لأنهم أصحاب حق، لا. إذا نحن نفعل بأنفسنا مثل هذا، فماذا سيفعل عدوي بي؟ إيش سيفعل؟ إيش ما فعل قليل. إلى هنا تصل الخلافات، إلى استحلال الدماء، إلى كراهية وبغضاء أشد من الحقد على اليهود والخبثاء. ما هذا؟ لذلك أؤكد على هذه القضية. يا أخي ما بدك تحتفل بالمولد، لا تحتفل، بس ما تكفروا للي عم بيحتفل. خلاص أنت ما بتقتنع فيه وما هو جيد بنظرك، ما في مشكلة. وأنت يا أخي الذي تقتنع أن المولد جيد، لا تقل عليه لطيف، هذا ما بستحي من الله، هذا ما بحب سيدنا محمد. مين قال لك ما بحب سيدنا محمد؟ لكن قد فهم فهما مغلوطا. البارحة تذكره فصلت قبله عن هذا الموضوع. فأن نصل في هذه الأمور الجزئية إلى تكفير وإلى وكل ما لا تزيد الهوة، كل ما لها تزيد الهوة، إلى أين سنصل يا أيها الأحبة في النهاية؟ إذا لم نستطع التعامل مع بعضنا ونحن مسلمون وحدنا ربنا سبحان الله، فإلى أين النتيجة؟ النتيجة أن البلاء سيزداد عمقا فينا. كل واحد يا أيها الأحبة سيقول قائل: إيش نفعل؟ ما بطلع بإيدنا شيء. ابدأ بنفسك وعائلتك، قرب بين بعضهم. بعض الناس أحيانا هو الأب والأم يزرعون الشقاق بين الأبناء، وقت بيشوفوك عم تدلل ولد دون ولد أنت بذلك تزرع الشقاق، وقت بتقول له لابنك فلان إن ابنتك فلانة قالت كذا أنت تزرع الشقاق، وهكذا. حاول أن تجمع القلوب، أنت كأب وأنت كأم يا أختي التي تسمعين ويصلك هذا الكلام، حاولوا أن تؤلفوا القلوب، حاولوا أن تلموا الشعث ضمن الأسرة كمرحلة أولية. إن استطعت أكثر من ذلك مع الجيران فحي هلا، مع الأرحام فحي هلا. سبحان الله، من أعظم الأعمال سابقا وفي هذا الزمان أكثر إصلاح ذات البين، تأليف قلوب المسلمين، توحيد النفوس على الخير. إذا رأيت ناسا مختلفين قل: يا أخي اعذره، له عذر، له رأي، له اجتهاد، لا تزد في الشرخ. هناك أناس سبحان الله الشيطان يدخل فيهم يسول لهم، يتلذذون من جوا، هيك بنبسط، يشغل فتنة هون
ويشعل بلاء هون ويحرض هاد على هاد. الله أكبر. تراهم أحيانا مصلون صائمون لكن قلبه هكذا والعياذ بالله. صاحب فتن بيحب يشعل. وبعض الشباب في هذا الزمان أيضا له هوى معين، بدخل بيشوف عالم عم بيحكي عفلان مقطع يشتمه شتما لا يشتمه لإبليس، ويدخل ذاك الرجل يشتم الذي شتم ذاك العالم لأنه هو يحبه لا يشتمه لإبليس. لك والله ما هكذا الردود. أيضا صارت ساحات النت والتعليقات صارت سببا من أسباب البلاء بيننا. سبحان الله. قل كلمتك بلطف، أجب ورد على الإنسان الذي أمامك بأدب. كان رجل يوما عند الشافعي رحمه الله تعالى، فذكروا أحد رواة الحديث، وكان رجلا ضعيفا في الرواية، فقال أحد الجالسين فلان كذا فلان كذا، صار يتكلم فيه بكلام قبيح، فنظر إليه الشافعي رحمه الله ثم قال يا فلان أكس ألفاظك الهيبة، أكس ألفاظك الأدب، لا تقل ما قلت. قال هو كذلك، هو هيك بخلط وبنسى وبعفس وبروي غلط. قال قل فلان يخطئ، زروى بغلط، قدامك فهم خلاص ما عاد يروي عنه الحديث، انتبه معناها الحديث بروي ضعيف، خلصنا خلاص. فلان يخطئ، فلان ليس بثقة، انتهى الكلام. لا ساوي أسوأ الناس. سبحان الله. هذه الحملات القاسية تجاه بعضنا سبب في ازدياد الشرخ وازدياد بعدنا عن الخير. لذلك يا أيها الأحبة، من استطاع الإصلاح فليبدأ به، فهذا أمر من أعظم أعمال الإسلام. اللهم لم شعثنا وألف قلوبنا ووحد صفوفنا. الحمد لله رب العالمين.